هي عقدة الاضطهاد هي عقدة يهودية دائما، يعني على مستوى تاريخهم او تواجدهم في الجامعات داخل اوروبا، دائما يشعرون انهم مضطهدون، دائما يعيشون في عزله، دائما لا يحاولون ان يندمجوا في الشعوب الاخرى. فهي عقده اضطهاد، يعني نقول هي عقده نفسيه داخل اليهودي. بس هل هم كانوا مضطهدون بالفعل؟ لا، هم لم يكن، هم يعني العزله اليهوديه هي اختيار وليست اجبار. هم لم يحاولوا ان يندمجوا في الشعوب الاخرى. الاضطهاد كان ممنهج، يعني كان بيد الصهاينه انفسهم. يعني في قضيه الهولوكوست هناك كثير من الدراسات تؤكد اشتراك زعماء الحركة الصهيونية مع بعض القادة الألمان من أجل ممارسة أعمال عنف ضد اليهود لإجبارهم على إيه؟ على الهجرة إلى فلسطين. يعني كان حتى الاضطهاد كان ممنهج. وفي قضية الهولوكوست التي أشرت حضرتك إليها لم يكن بهذا الشكل، لا يوجد، لم يكن هناك كتابات حديثة تؤكد أن الهولوكوست لم يكن موجه ضد اليهود. هو كان موجه معروف طبعا يعني ثابت تاريخيا وعلميا أن المرضى والشواذ جنسيا، حتى أن أفران الغاز كما يزعم اليهود لا تتحمل الملايين التي أخبر عنها. يعني الموضوع ضخم إعلاميا، ضخم علميا، حتى أن علماء التاريخ لا يستطيع الاقتراب من فكرة الهولوكوست. لا يمكن، إنها جريمة اسمها معاداة السامية. معاداة السامية، نعم.